يا مساء الخير والجمال على عيونكم، احلى عيون في الدنيا، احلى مشاهدين مشاهدين برنامجنا هو وهي، مشاهدين قناه الصحه والجمال. النهارده معاكم، وطبعا احنا كذلك في كل حلقه بنكون مهتمين ان احنا نقدم موضوع بيهم مجتمعنا وبيهم الاسره المصريه. موضوع حلقتنا النهارده وهو عن، هو متقسم لفقرتين. اول فقره هيبقى عن اليوم العالمي للرجل، كان 19 نوفمبر، ولكن احنا حبينا النهارده ان احنا نتكلم فيه بشكل واسع، وان احنا ندي الرجاله بقى حقهم في اليوم ده. سلام سلام. ولكن قبل ما نبدا في الموضوع بتاع الحلقه النهارده، حابه ارحب بزمايلي في الاستوديو طبعا اللي منورين الدنيا، خلود ومحمد غريب. ازيك يا ذكرى؟ منورين الدنيا والله. اهلا بيك يا محمد، واهلا بيك يا ذكرى. هتنبسط انت معانا النهارده في الحلقه النهارده. هكون كويسه النهارده. سجل يا تاريخ. ايوه طيب كويس. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هو وهي. النهارده احنا جايين نتكلم عن الراجل بشكل عام بمختلف المراحل العمرية بتاعته، فيما يخص حياته وشغله ويومه بشكل كامل، ونحاول نشوف المشاكل اللي بيواجهها الراجل في حياته، ونحاول نقدم له زي حلول أو بالبلدي كده كتالوج للمشاكل، علشان ما يقعش في مشاكل وتبقى حياته صعبة وتبقى حياته مليانة تحديات. بس يعني احنا برضو بنحتفل بالراجل، الراجل اللي يعني الراجل اسمه الراجل. راجل مش ما يشبه الرجال يعني. أوه. راجل اللي بيعرف يعني ايه حقوق، ويعرف يعني ايه واجبات، ويعرف يعني ايه التزام، ويعني ايه مسؤولية، ويعني ايه يكون راجل قد كلمته، يعني ايه يكون راجل في بيته ويكون شايل مسؤولية بيته واولاده. مش يعني مش احنا مش بنحتفل كله يعني، اللي يستاهل فعلا كلمه راجل دي حقيقه. بس في البدايه برضو عايزين تشاركونا في حلقتنا النهارده، ارقام تليفوناتنا هتتعرض على الشاشه، تشاركونا في الموضوع النهارده بتاع الحلقه، وعايزين بقى نحتفل بالرجاله بقى، وتقولوا لنا برضو نحتفل بيهم ازاي. نحتفل بيهم. انا عايزه اقول في بالاكل بالاكل. ايوه يعني اعملوا لنا اكل الراجل حلو كده، واحنا هنبقى تمام يعني. لا والله انا عايز ابدا الموضوع من بدري شويه، يعني من اول ما يبدا يتخرج ويطلع للنور لسوق الشغل ويبدا يشتغل. سوق العمل الفتره دي في مصر، الفتره اللي فاتت كان في مشكله اقتصاديه عالميه، وكان الشغل مش احسن حاجه ومش في احسن حالاته يعني. وبعد كل انكماش لسوق عمل بيحصل انفراجة. انا على احتكاك مباشر برجال اعمال كتير جدا عندهم بيزنسز في مصر كبيرة وبارقام كبيرة، والمشكلة اللي بتواجههم ان الشباب اللي طالعين جديد من الجامعة فاكرين ان هم هيتخرجوا يا هيبقوا نجوم يا هيقبضوا بالدولار، يا رجال اعمال. فهماني؟ ما بقاش في كونسبت الشقة اللي هو تبدا حياتك. طب انا ليه بتطرق في الكلام للحته دي؟ لان الراجل في الاخر هو مش ما يعيبوش غير جيبه، بس جيبه من اهم الحاجات اللي ممكن تعمل له مشاكل في حياته لو هو مش قادر يغطي تكاليف حياته. ده حقيقي. طيب انا هتكلم معاك النهارده كراجل، وهتكلم معاكي كست عايشه جنبه، سواء كنتي اخته، مراته، امه، ازاي نقدر نسطب فكر جديد او ناسس مساعدة. فكر جديد عند الراجل ان هو ينطلق في حياته العمليه ويقدر يحقق بيها، ولا ايه رايك؟ لا انا معاك طبعا. يعني الشباب برضو انا يعني محتاجين نسندهم، نقف جنبهم، نقول لهم الحياه بتمشي ازاي. تمام ماشي، ما عنديش مشكله. بس انا بشوف برضو ان في نقطه مهمه جدا، ان السوشيال ميديا برضو يا محمد بقيت تخلينا كلنا، مش هتكلم على الشباب بس، احنا بقينا حاسين ان احنا عاجزين قدامها ان احنا نوصل او نقدر، او بقينا بنشوف المجتمع بشكل كبير قوي. انا ازاي ممكن ابقى مثلا زي ده في يوم من الايام، ازاي اركب عربيه زي دي مثلا. فده كله بتخلي الشباب يتكاسل برضو عن فكره الشقه. ليه يتكاسل؟ ليه؟ مع ان انا بشوف ان النقطه دي تخليك ان انت تشقى وتتعب، وتبقى عندك طموح اكتر ان انت توصل، ان انت يبقى عندك بيزنس خاص ليك، او عندك العربيه دي، او اللي انت بتحلم بيه ده كله توصل له. فليه ده ممكن يعجز شخص؟ ممكن اللي يعجزه ان هو من كتر ما بيحاول، ومثلا هو مش عارف يحقق حاجات معينة هو بيحلم بيها، فده ممكن يخليه ييأس فترة. طيب. خلينا نتكلم من بداية الموضوع. النهاردة الشباب بتتخرج
تبدا تستلم العروض او الـ 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 الشغل الحاجات الفرص اللي مفتوحه قصادهم يعني تمام ويخش يقعد على المكتب ويلاقي شغله بسيط او يلاقي بدايته بسيطه روتينيه يعني او يلاقي مثلا مرتبه بسيط لا يا معلم خش انزل الملعب اتفرج قيم مديرينك مش بصوتك يعني ما تروحش تقيمهم بعقلك بعقلك عشان في يوم من الايام لما تكون مكانهم اختار الكارير اصلا انت ممكن تخش تشتغل شغلانه ب 2000 جنيه ولا ب 1500 جنيه مثلا في بدايه حياتك كتريننج او كتدريب في شركه كويسه وتقدر تحدد اصلا انت هتكمل من هنا ولا لا انت هتخش المجال ده ولا لا ولا ايه رايك تمام ايوه بس انا بشوف يعني انت بتقول في الاول ان هو يبدا يحدد ويقرر يبدا يحدد ويقرر هيعمل ايه في البدايه او ان هو مثلا السالري بتاعه اكيد طبعا طب معنا احنا معانا اول اتصال النهارده معانا في الحلقه معانا استاذ خالد السلام عليكم وعليكم السلام منور الدنيا يا استاذ خالد اهلا فيكم استاذك يا استاذ محمد اهلا بيك يا استاذ خالد ازيك اخبارك ايه الحمد لله اهلا فيكم والله استاذ خلود اهلا بحضرتك منور الدنيا لا بركنا فيكم انا اتصلت بكم قبل كده السابق انت بتنورنا كل حلقه يا استاذ خالد انت صديق البرنامج يعني بركنا فيكم يا فندم ربنا يعزك يا بيه لا بركنا فيك طبعا اتصلت بك قبل كده وقلت وبعت ناس وبعت ناس تمام رحنا وبعت ناس بصين علي قال ايه اخوي يبني له البيت يبني له البيت بتاعها كده بيتناها ينفع يا فندم لا انا مش قادر افهم بالظبط يعني انت اخوك بنى البيت وايه هم النتائج قال عايزين يدوها فرقه لورا ويبنوها بيت خاص لوحديها ماشي دي مشاكل عائليه ممكن نحلها انت ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده اليوم العالمي للراجل والله فاهم حليت وضعت الناس وقت بدا الاسقط بتاع قضاء وبيشاركك مشكلته يا فندم ايوه معاك ايوه يا استاذ خالد معاك قضاء ده 1000 ونص منت العيال تمام انا قلت ابو الود عنديهم 2000 جنيه تمام قال ايه المقابل نسيبي ده انت ايه رايك يا استاذ خلود في الموضوع ده انا مش فاهمه حاجه انا مش فاهمه سامعكم اسامحكم والله انا بس ايوه مع حضرتك اسامحكم والله هو حضرتك بتقول دلوقتي البيت ماله انا مش فاهمه حاجه برضه ماشي انا رحت بعت ناس وقت الصوت تقريبا في مشكله في الاتصال او الخط اتقطع احنا يا استاذ خالد بنتكلم برضو في موضوعنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للرجل وقد ايه ان الراجل لازم يسعى ويشتغل ويقف على رجله ويواجه الصعوبات اللي في الحياه عشان خاطر يقدر يعمل ويحل يعني يتحرك يبدا يبقى راجل مسؤول ينفذ يعني. فكنا بنقول ان الراجل بيبدا حياته فبيبدا يخش الشركات طب احنا قبل ما نكمل معلش احنا ما لا اتصال لا خلاص اتصال قطع يعني اتصلوا بيه تاني فتبدا حياتك تفهم انت داخل على ايه وتبدا تختار المجال اللي انت هتشتغل فيه ده رقم واحد رقم اتنين ابدا اختار مكانه لنفسك يعني الراجل المفروض دخل مؤسسه ليت سي مثلا او خلينا نقول المؤسسه التعليميه واشتغل فيها مؤسسة اقتصادية ناس بتتعامل في بترول في فلوس في بنك ايا كان اختار المكان اللي نفسك تبقى فيه كمان 20 سنة وابدأ اتحرك على الاساس ده وهكذا يعني فدي نصيحتي اختار المكان اللي يكون فيه بعد 20 سنة ماشي بس الشباب دلوقتي محمد برضو ما بتطلع يعني خلاص هي انا طالع من الجامعة واهله صارفين عليه ومعاه عربية فهو طالع عايز زي ما انت قلت في اول حلقة عايز سالري كبير عشان خاطر يغطي احتياجاته مفيش كده وياخد دي, دي 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 بقيمة مقابل سعر النهاردة انت نازل السوق ماشي انت ما بتقدم انت برضو للسوق ايه ماشي ما انا برضو انا واحدة نازلة اشتغل لسه متخرجة بيقول لك عايزين خبرة 5 سنين انا مطلوب مني ان انا اعمل مش وظيفتك دي مش بتاعتك دي مش فرصتك هقول لك على حاجه انا فاكر اول ما اتخرجت انا كمحمد يعني سعيد كتير جدا 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 بحيث ان انا اقدر اعمل اللي انا عايزه كنت الاول بعمل مزيكا يا خلود يعني كنت بغني راب وبعمل بجد حاجات والله؟ كده يعني تسمعنا حاجه هسمعكوا حاجه حاضر فكنت بسعى كتير جدا جدا ان اسمي يوصل لحد ما جت فرصه بعد سعي
اربع سنين جامعه وسنتين بعد الكليه، يعني بنتكلم في ست سنين، جت فرصه برنامج تلفزيوني اسمه مذيع العرب على احدى القنوات الشهيره، ورحت وقدمت، وبعدها اتصنفت واحد من احسن 20 مذيع في الوطن العربي بعد كم سعي كتير جدا. الله ينور عليك. ما قلتش لا انا اول ما اتخرجت بقى لا انا هشتغل بقى في ام بي سي مصر او هشتغل في قناه معروفه. ما تحسبش كده خالص. الله ينور عليكي بالظبط. طب وكل النماذج احنا معانا بس اتصال من دكتور جمال استاذ الطب النفسي في القصر العيني. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور جمال فرويز. اهلا وسهلا يا فندم. منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. يا دكتور احنا عايزين نعرف منك بخصوص الشباب، ازاي الشاب يقدر ان هو يبني نفسه ويبني حياته وان هو يشتغل وان هو يكافح ويوصل للي هو بيحلم بيه، لان في العصر اللي احنا فيه دلوقتي في شباب كتير قوي من اللي بتشوفه على السوشيال ميديا بيشوفوا ان هم بييأسوا وان هم مش هيوصلوا لحاجه وبيدمروا حياتهم. يعني بص يا فندم، اول بس معلومه الشباب اللي كل ما يعرض على السوشيال ميديا لا يمثل اكثر من 30% من الحقيقه. ده حقيقي صح. يعني في حاجات كتير جدا بتبقى كاذبه لمجرد تصدير احباط للاخرين. نمرة اتنين، لازم كل شاب او فتاه يكون عنده ثقه عاليه بذاته. الثقه دي كل ما حضرتك تبقى واثق من نفسك كل ما الطرف الاخر اللي بيتعامل معاك بيثق فيك. كل ما ثقتك هتهتز في نفسك كل ما الاخرين هتهتز ثقتهم فيك. حقيقه. نمرة ثلاثة يا فندم، الطموحات لازم تكون في قدر الإمكانيات المتاحة. أنا النهاردة عشان يكون ليا طموح معين دي أهم نقطة، لازم أخدها ستيب باي ستيب. صح. إن أنا أحط طموحاتي بصورة تدريجية، أحط ليا دي التايم أنا عايز في الفترة الفلانية أعمل كذا، ثم أطلع لكذا، ثم أطلع لكذا، أحقق اللي أنا عايزه. صح. عشان خاطر أنا لو جيت وما وصلتش للي أنا عايزه، ال 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 الهدف اللي أنا عايز أوصل له هو كبير قوي على مثلا الوظيفة اللي أنا بشتغل، ما بزعش على نفسي. كل وظيفة ليها قدرات يا فندم وليها إمكانيات، لازم يكون أنا قدراتي تتناسب مع هذه الوظيفة. هي مش بالعشم ولا بالرغبة ولا بالنسب ولا بالقرب، هي قدرات وإمكانيات، بالتالي بقدر أتطلع وبعد كده بتصاعد في الوظائف لغايه لما بحقق الهدف المشهود ليا في الحياه. دي حقيقه. مظبوط يا استاذ جمال. طبعا احنا هي الفكره كلها ان الشباب من اول يوم بتبقى متخيله ان هي نازله سوق العمل بكره الصبح يا جيف بيزوس، هي يعني اقوى رجال اعمال في مصر، هو اشهر نجم في مجاله، وبيبقاش عنده صبر ولا طاقه انه يدي الكلام ده، بيبقاش فاهم. يعني هو بيبقى داخل هو مش فاهم التكنيك المفروض يشغل بيه دماغه عشان يوصل لده، فالمفروض عقله الصوره الخاطئه. اه بالظبط، الصوره الخاطئه اللي هي بتصل اليوم عن طريق السوشيال ميديا، وبعد بعض الناس تتكلم اصل في فلان بقي. يا اخوانا شوف فلان ده تعب قد ايه، شوف الناس دي تعبت ازاي. احنا لازم بنبص على النتيجه برضو على طول. يعني مش مفيش حد بيطلع على يا فندم، كل ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع. كل ما يكون الصعود تدريجي كل ما يكون في ثبات، كل ما يكون الصعود سريع كل ما يكون الهبوط اسرع منه. طب حضرتك يعني توجه ايه للشباب او تدعمهم ازاي وهم يعني ممكن يكونوا مثلا مش قادرين مثلا يوصلوا او خطواتهم صعبه شويه، ما بيواجهوا صعوبات في الاول، حضرتك توجه لهم ايه نصيحه او تدعمهم ازاي؟ بص يا فندم، مقبول لاي شاب في اول اربع سنين بعد التخرج من الجامعه او من الدبلوم بتاعه ان يتنقل في اكثر من وظيفه لغايه لما يشوف الوظيفه المناسبه ليه. لكن لما يوصل سن من 26 ل 28 سنه لازم يثبت على وظيفه معينه، يكون مستقر عشان يبقى ليه كارير فيها ويبقى ليه خبره فيها ويقدر يتصاعد فيها. ولكن لو قعد يمشي من وظيفة لوظيفة ووصل للثلاثينات والاربعينات، أقول للأسف أنت كده مالكش مستقبل في أي وظيفة، هتقعد طول عمرك أسيستنت في أي حاجة. لازم تثبت في وظيفة من وأنت من 26 ل 28 سنة عشان بعد كده تبقى ليك الخبرات فيها وتقدر تبقى سينيور فيها وتقدر تبقى كونسلتنت فيها وتقدر تتصاعد فيها. تبدأ من مبتدئ لممارس جيد لحد شخص يعني متمكن. وظيفة محددة يا فندم. هو ده مشكلة الشباب، ان هو بيخش الشركة دلوقتي عينه على السالري وعينه على النكست موف وعينه هيروح فين الشركة الجاية. ده هيفشل بسرعة. لا بالعكس، حتى لو حد هيحصل له إحباط برضه هيفشل بسرعة برضه ومش هيقدر وأزيدك يتماشى مع الوضع. وأزيدك من الشعر بيت كمان يا فندم، إن أنا بقول
ابدأوا في شركات صغيرة. الشركات الكبيرة بيبقى فيها تروس كتير، فانت بيبقى مهمتك بسيطة ومش بتتعلم فيها كتير. انما لو بدأت في شركة صغيرة ده بيديك الخبرات الإدارية والمهنية والإنسانية والبشرية والثقة برضو. وتديك الثقة مظبوط، تصاعد الخبرة، تتعلم، تاخد خبرة من الشركة الكبيرة، ولكن تبدا كل ما تبدا صغير كل ما بتصعد بسرعه. بالظبط، دي حقيقه. طب يا دكتور، احنا اليوم العالمي للرجل والنهارده في حلقتنا بنتكلم وبادئين الحلقه بيه، تحب توجه ايه نصائح للرجل في يوم يعني زي ده؟ ممكن يعني يعمل ايه عشان فعلا يستاهل اللقب ده؟ بص، الرجوله مواقف، الرجوله مواقف. النهارده ليست كلمات تقول ان انا راجل، الرجوله ان انا التعامل جيد مع الاخرين، الرجوله في تحمل المسؤوليات، الرجوله في التعامل السليم مع الاخرين، ودي الاهم. كل ما اتعامل مع الناس بصوره ايجابيه، كل ما بثبت رجولتي، كل ما اتعامل مع الاخرين في تحمل مسؤوليات، هي دي الرجوله. كل ما اتحمل الضغوط واتفاعل معاها، هي دي الرجوله. الرجوله مواقف بتثبت ان انا قادر على تحمل الضغوطات. دي حقيقه، مش كلام وبس طبعا، مجرد كلمات. والله منتهى المنطقيه ومنتهى الـ يعني الـ العدل في الكلام بصراحه يا دكتور، واحنا كنا سعيدين جدا جدا باتصال حضرتك يعني. ربنا يخليك، كتر خيرك. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. ادي الـ ادي الـ ادي النموذج المفروض يكون عليه الراجل. الدكتور قال برضه حاجه مهمه جدا، قال لك لازم انا اهدافي تكون مناسبه مع حياتي ومناسبه. ايوه لازم، لكن انا اتطلع ان انا ابقى حاجه كبيره جدا وانا لسه بادئ. يعني عندنا مثال عظيم، مثال محمد صلاح، طلع من الصفر حقيقي او من تحت الصفر كمان، وبدا ستيب باي ستيب لغايه اما بقى احسن لاعب في العالم. فدلوقتي كل اللي زي يعني اللي بيحبوا الكوره في سن صغير مثلا، وهم هيبقى حلمهم ان هم يبقوا زي محمد صلاح. فدي ليها حاجتين، يعني هما ليها الايجابي وليها السلبي. السلبي ان انت لو وقعت في مشكله، او ان انت مثلا حسيت لحظه بالفشل، فانت ممكن يعني ده تمام. ايوه يعني انت تمام، انت كده بصي اللي قصده ان هو يعني لو اتهزم هو يحس ان هو كده، لا انا يعني في حاجه غلط، لا لازم اوصل، انا عايز اوصل لمحمد صلاح. لو اقل من كده، حتى لو انا بلعب وكويس وفي نادي كويس، هو مش هيكون مرضي من ايه؟ من جواه. ده اللي انا اقصده، اللي هو لا لازم برضو تطلعنا. بس انا بشوف ان نموذج محمد صلاح، نموذج محمد صلاح وان هو طلع قال وحكى قصه حياته، ده مش برضو ادى مثلا مثال للعيبه بس اللي هي عايزه تلعب كوره وتشتغل، لا بقينا كلنا احنا عايزين نكون محمد صلاح في مجالنا. فما بشوفش لا ان هو مثلا بيدي احباط بنسبه معينه على حد مثلا ان هو مش قادر. ده شخص مش عاقل. لا طبعا، ما هو انت الطبيعي انك هتفشل وهتتهان في حياتك وهيتداس على وشك، ده الطبيعي. مش من اول مره هتجرب هتيجي معاك، انت مش ساحر. ايوه ايوه، ده وبعدين ده 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 كتالوج انساني، انت لازم تجرب مره واثنين وثلاثه عشان على الاقل تبقى بالقدرات. هقولك على حاجه، هاتي مثلا حد بسيط بتاع الكشري مثلا، اديله فلوس كتير واديله سلطه واديله البوزيشننج ده في المجتمع، هيعمل ايه؟ هيبوظ الدنيا. ده حقيقة، هيبوظ الدنيا. هياخد هو لازم يطلع خطوات عشان يعرف لما يوصل بالعقليه الثابته اللي يقدر يدير بيها موقفه في الوقت الحالي. بالظبط، انما لو جات له سهله هيبوظ الدنيا. لا طبعا ما ينفعش. هي دي الفكره، الفشل ده جزء، لا معنى انك بتفشل معنى انك شغال، تتعلم، شغال. انا ما ينفعش دلوقتي مثلا ما عنديش خبره في حاجه معينه او وظيفه معينه واروح امسك ابقى مديره مثلا بنك مره واحده، انا هبقى مش فاهمه اصلا ايه اللي بيحصل. لا لازم اطلع ابقى حاجه قليله كده، اكبر انا ده اللي بعمله طبعا يعني بنفسي. هو ده الطبيعي في الحياه. فانت النهارده لسه بادئ حياتك، عينك على العربيه الفلانيه اللي مع لعيب، ده لعيب كوره قضى حياه، افنى حياته تجارب عشان يوصل اللي هو فيه. ده شخص مذيع في التلفزيون، ده شخص صاحب شركه ناجح. الناس دي دفعت وقت كتير قوي في تجارب كتير قوي، واجتهدت وتعبت واشتغلت على نفسها. لازم نشتغل على نفسنا كويس برضه. بالظبط، انا بقعد اشوف فكره ان انا واخده السي في بتاعي وبلف على الشركات وخلاص، لا لازم اشتغل على نفسي، لازم اخد كورسات، لازم اتعلم. الناس برضه ما عندهاش امكانيات تقعد على اليوتيوب، برضه بيبقى في كورسات كتير برضه. مش عارف ياخد كورسات فيه. يعني ياخدها اونلاين يتفرج على اليوتيوب؟ لا لازم اشتغل على نفسي ولازم اتعب واجتهد. بص، هو الكلام بالعقل. النهارده انت داخل شركه هتقوم بمهمه مقابل مبلغ مالي،
قيمة المهمة اللي بتحدد المبلغ المالي اللي بتاخده. بس كده صح. هي دي. أنا النهاردة لسه خارج من الكلية وداخل أتعلم شغل، مرتب إيه اللي بتتكلم عليه؟ لا طبعا شوف المرتب اللي هيتقال لك كام وخده هو والخبرة، وبعدين خليك خبرة واسعى دايما واطلب بقى اللي انت عايزه. اه طبعا بالظبط. ابني عقلك، ابني ثقافتك، ابني مهنيتك في الحتة بتاعتك، قد ايه انت شاطر وقد ايه انت سريع في تأدية المهمات اللي بتعملها، واطلب الرقم اللي انت عايزه. اكيد طبعا. انما ده بيعطل الشباب على فكرة، عايز يتجوز وعايز 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 ونفسه يحقق كل حاجة بعد بكرة. طب ابدأ النهاردة، ادي لنفسك 10 سنين وبص نفسك هتبقى فين. ولا يا ذكرى؟ لا دي حقيقة والله. برضو انا عايزة ارجع واقول ان احنا مستنيينكم تكلمونا وتشاركونا في الحلقة، لان طبعا مداخلاتكم دي بتفرق في حلقتنا جدا. نحب نسمع لكم ونسمع لوجهات نظركم دايما. النهاردة احنا طبعا بنتكلم عن الرجل بشكل يعني كامل من نواحي كتير جدا. النهاردة بما ان يعني كان اليوم العالمي للرجل يوم 19 نوفمبر، فاحنا طبعا عايزين نقول ان الرجل ده يعني اب ويعني زوج ويعني اخ ويعني يعني جد يعني حما صديق يعني كل حاجة حلوة. يعني زي ما احنا في يوم زي يوم العالمي للمرأة، زي في عيد أم، في عيد أب، فاحنا حبينا ان احنا نتكلم عن اليوم العالمي للرجل، لان ما بيحصلش ضجة برضو زي ما بيجي اليوم العالمي للمرأة بتحصل ضجة بقى وايه وكله منزل والناس كلها بتتفاعل. ولكن انا اتضايقت عشان الرجاله برضه. أيوة. ايه مكبرين شويه. لا والله مش غلابه، مكبرين شويه. ده احنا طيبين النهارده اهو. يعني ايه مش غلابه يا خلود؟ لا انت مش غلابه. مين دول؟ لا انتوا غلابه منين؟ غلابه بنشتغل. لا خلاص النهارده سماح، النهارده سماح. لا استني بس، بس جاي عليا في يوم. لا مش غلابه، بس النهارده يعني هنقول كلام كويس بس مش غلابه. ما تخلينيش اقلب عليك يا محمد. لا غلابه، غلابه والله العظيم. بنسعى وبنشقى وبنحاول نحقق طموح في ظل ظروف صعبه. لا طبعا غلابه يعني. وهقول حاجه كمان بقى، ده الراجل اللي بجد اللي هو فعلا يستاهل اللقب ده. الله يكرمك. والله لا ماشي غلابه، الراجل اللي بجد اللي هو بيشقى عشان اولاده. أيوه. وعشان يعيشهم احلى عيشه وبيحافظ على مراته وعلى مشاعرها. ده فعلا مش الراجل بقى اللي مش مسؤول وما بيسالش على عياله وما بيصرفش على عياله وبيضرب مراته. لا ده مش احنا نقول بس مميزات. احنا نقول المميزات الاول، لان احنا حابين ان احنا النهارده ندي للراجل قيمته. إيه نقول فعلا قد ايه هو جميل وهو. لا محمد ما تعمل مش اوفر كده عشان هنقول السلبيات دلوقتي. يعني حابين نقول ان هو جميل وان هو يعني زي ما احنا طبعا المراه ليها دور كبير في المجتمع، ولكن الرجل طبعا يعني كل المجتمع يعني ربنا. لا مش الدرجه دي يعني. لا للدرجه دي. لا بقول لك مش عشان النهارده يوم العالمي للرجل. لا مش الدرجه. انا بقول المراه على فكره الاول، لسه هدخل على الرجل وهقول يعني ان هو يعني المراه زي ما ليها طبعا دور كبير في المجتمع ومهم وما نقدرش ان احنا نستغنى عنه في مجتمعنا، ولكن طبعا الرجل هو ليه ادوار كتير جدا طبعا. يعني ما نقدرش ان احنا برضو زي ما المراه ما نقدرش نعيش من غير الرجل طبعا. يعني طبعا سند والاحتواء والامان طبعا. هي فكره تكامليه، ويوم العالمي للرجل ده يوم تقديري ليه. يعني طبعا مش هيوفي حقه بس يعني حاجه من انواع التقدير يعني. طيب انا بقى عايز اتكلم في وجهه نظر تانية برضو تخص الشباب او الرجال الصغار اللي لسه في مقتبل حياتهم اللي بيستسهل بقى. تلاقي شاب سنه صغير معرفش بيدرس ولا لا، ويطلب منه من الاهل انه ينزل يعمل فلوس ويشتغل ويصرف على نفسه لانه بقى خلاص راجل، فما بيتعلمش كويس ومش ناوي يشتغل في شركه او يعمل الشركه الخاصه بيه او يبدا صغير ويكبر بعدين. لا بيستسهل ويروح يشتغل مثلا سواق توك توك. طيب انا هسالك سؤال النهارده، انت كمان 50 سنة هتبقى ايه لو بدات دي؟ انت ممكن تبدا عامل في ورشه. بص الفرق والاتنين بدايات، ممكن تكون بدايات لناس انه يشتغل في ورشه او يشتغل في في في, في مصنع او يشتغل في في, في في مكان يتعلم منه ويبقى صاحب المصنع في يوم من الايام. بحقيقة. فاهمه قصدي؟ فدي شغلانه ليها مستقبل. دايما دور على المستقبل بتاعك هيبقى فين. صح صح. فهي دي الفكره، ان انت يكون عندك مساحه تكبر. انما في ناس بتستسهل، فاللي بيستسهل ده بيفضل طول عمره كده، وتلاقيه كمان 5-6 سنين ناقم على عيشته وعلى حياته وعلى اهله وعلى وعلى وعلى. ما انت اللي ما فكرتش كويس.
ما انت اللي استسهلت. ما مش كل يا محمد بيحسبها كده يعني، معظم الناس بتحسبها اللي هو انا دلوقتي هشتغل ايه، انا دلوقتي هعمل ايه، مش كله بيحسبها لقدام والبعدين. ده بيبقى يعني اقليه قوي اللي بيعملوا كده، رغم ان ده صح يعني، انا معاك ان هو صح جدا. الذكرى الموضوع وقت. اللي بيحسبها كده برده محمد بيبقى هدفه برده مادي اكتر. مفيش دي، ده مش هدف مادي. انا عندي اشتغل اخد 2000 جنيه، طب ما انا اروح اعمل اي حاجه تاني مش واخد مثلا 5-6000 جنيه. ده انا اولى غبي ليه؟ انت النهارده هتاخد دول، هتفضل طول عمرك بتاخد دول. ايوه مش هيزيدوا، مش هيزيدوا، وان زادوا هيزيدوا بشكل يعني تفكر مثلا انك تشتري توك توك تاني وتوك توك تالت وتوك توك. مفيد لايه في المجتمع؟ علشان تاخد قيمه عاليه، هتفضل في الحته دي. ايوه طبعا مش هتحل. انما انت النهارده ممكن تبقى صاحب مركز صيانه من عامل في ورشه، فاهمه قصدي؟ وامثله كتير حصلت كده يعني. ده كتير جدا. اه طبعا ده كتير جدا، وناس ناجحه وناس بدات من الصفر. النهارده محمد صلاح كان بيسافر من طنطا تقريبا، ما اعرفش من المحل حاجه كده لحد المقاولين. النهارده انت عشان تقعد معاه 5 دقايق انت محتاج تحط في حسابه في البنك باليورو رقم محترم. طبعا ده لو لقيت وقت اصلا. فادي الامثله، اشتغل، بص لقدام كمان 10 سنين ايه اللي هيحصل، كمان رتب حياتك، ما تبقاش عشوائي. ليه؟ لانك راجل ومطلوب منك ده، وفي ناس في رقبتك، ان ما كانوش دلوقتي في رقبتك قدام هيبقوا في رقبتك. النهارده لو والدك والدتك في البيت هم اللي بيصرفوا عليك واخدين بالهم منك وحاطينك في عينيهم، بكره انت هتعمل العكس. انا مش بكلمك بقى لا على بيتك ولا على عيالك ولا 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 ولا. فهي دي الفكره بس، لا اكتر ولا اقل. احنا معانا اتصال تليفوني. معانا اتصال تليفوني. معانا استاذه نهى. يا حبيبتي منوره الدنيا. ممكن بس تعلي صوتك يا نهى؟ يا نهى ايه رايك موضوع الحلقه بتاعتنا يا نهى النهارده؟ شكرا ليكي يا نهى، الاتصال اتقطع بس كلمينا تاني. وبرده لازم كله يكلمنا ويشارك معانا في موضوع الحلقه النهارده، ونقول كلام حلو كده في حق اليوم العالمي للرجل. وبعدين كده اسستي راجل كويس، اسستي عقليه منطقيه بتفكر صح، بتفكر لقدام. وهي دي مهمه الراجل، انه طول الوقت يامن على مستقبل اللي عايشين معاه، مش يبقى باصص لنفسه وباصص للحظه اللي تحت رجليه. انا هنزل دلوقتي اشتغل اي حاجه اجيب كام جنيه وابقى اسمي راجل وبصرف على نفسي. لا طبعا. بص لنفسك قدام، هي دي الفكره يعني. ففي اليوم العالمي للراجل احنا بنوجه له كل التحيه والتقدير على صموده وعلى وقفته وعلى محاولاته اللي ممكن تكون لسه ما جابتش نجاح، بس هو بيحاول بيسعى يعني. احيانا بيخيب. فقولي لي من وجهه نظرك كست، الراجل ازاي يكون امين على بيته، وازاي يكون امين على مستقبله ومستقبل اللي معاه؟ يعني انت من وجهه نظرك شايفاها ازاي؟ بشوف طبعا الموضوع طبعا لازم يكون في ماديات طبعا زي ما انت قلت، عشان خاطر نقدر ان احنا نكون بيت ويصرف على اولاده وكده. بس لازم الراجل يكون محترم ويكون مسؤول. الراجل المسؤول ده لازم اهم حاجه يعني، ده اللي بيخلي خليه ليدر في بيته، خلي بيته كويس، مراته يعني. مراته واولاده يعني ملزمين منه يعني. الكلمه كبيره قوي. وبقيت بشوف دلوقتي يعني بمناسبه ان احنا بنتكلم عن اليوم العالمي للراجل، عايزه برضو اسال الرجاله برضو بقى بعض منها ليه مش زي زمان؟ يعني الراجل زمان كان مسؤول عن بيت وعن اسره وكان بيخاف على عياله. دلوقتي رجاله كتير ونماذج كتير عادي يروح يتجوز ويخلف ويسيب دي واولاده. احنا معانا اتصال تليفوني. احنا معانا اتصال تليفوني. معانا مدام فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم؟ ازيك يا خميس؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبتي منوره الدنيا كلها. والله معلش انا كان عندي حاجه اتوفى، وامبارح عن التسامح كنت عايز ابرني ما حدش رد عليا بصراحه. لا ازاي كده، ده احنا مفتقدينك على فكره. معلش كان مدخول على طول عنهم بقى. خلاص بس اهم حاجه انك شاركتي معانا في الحلقه النهارده. قولي لي بقى رايك في موضوع الحلقه. انا لسه فاتحه التلفزيون بصراحه اليوم العالمي للرجل. انت جيتي متاخر، هعديها لك المره دي. طب قولي بقى يعني الرجل ده يستاهل كل خير يعني. قولي بقى كده كلمتين للرجل في اليوم العالمي كده. مش كلهم برضه.
يعني الرجل اللي بيكون راجل ما شاء الله عليه محترم، بيقدر الزوجه، بيقدر اولاده، مش مزواج، مش اليومين دول بصراحه. زمان كانوا رجاله، يا ابويا ووالده دول كانوا ما شاء الله كانوا بيتحملوا مسؤوليه، وكانوا كانوا بيتحملوا مسؤوليه، كانوا سند بجد. والله انا لسه سامعك، كانوا رجاله بمعنى الكلمه، معلش معاك في كل راجل يعني. لا هو الراجل راجل في اي وقت وفي اي زمان، هي الراجل ليه مواصفات وليه طريقه. اه طبعا طبعا، هي تقصد عن زمان. احنا كنا بنتعلم يعني، احنا الجيل الجديد احنا بنطلع نلاقي اهالينا شايلين المسؤوليه ومسؤولين عن ناسهم، سواء كانوا زمان برضه. يا استاذ محمد لا والله في كويسين يا استاذه فاطمه كتير، ما انا اهو ما بتحملوش مسؤوليات. ايوه ده حقيقي فعلا. بصي هقول لك على حاجه، اه ممكن يكون الراجل دلوقتي متلخبط. انا قعدت هقول لك على حاجه يا استاذه فاطمه، انا قعدت 3 سنين من عمري بعمل برنامج اسمه السيد على احدى القنوات الفضائيه اسمها الحدث اليوم. ليه بعمل البرنامج ده؟ هل عشان ارجع السيد بتاع زمان تاني؟ لا، بس اعمل السيد الزمن ده، نخش على عقول الشباب، نفهمهم الحياه بتدار ازاي، ودماغك بتدار ازاي، ووقتك بيدار ازاي، عشان تبقى راجل. يا جماعه ليه ما اعرفش ايه الصوت بيقطع عندكم؟ مش عارفه ليه. هتلاقي الشبكه، بس هتلاقي الشبكه بتقطع. اه والله يستر يعني، كل الرجال والراجل راجل عندنا، حتى لو عيل صغير بنقول عليه راجل. احنا لو عملنا العيل الصغير على انه راجل هيطلع راجل، بس مش بافعاله بقى. اه طبعا 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 طبعا. انا بتشرف بيكي جدا وبتصالك يا استاذه فاطمه، شكرا ليكي. برضو انا الراجل برضو آه بس برضو يعني انت شايلة، انا حاسك شايلة. لا والله العظيم حاسك شايلة. بصي الحقيقة التربية برضو يعني، الولد لما يشوف، والشاب لما يشوف باباه بيتعامل ازاي في البيت، وباباه قائد ومسؤول ومربي كويس، هتلاقيه هو طالع كده تلقائي. وعب زمان الحياة بتتقاس كده، كان في البيت بيدخل ليه هبة مش طبيعية. مش انا بقول لك بقى، دي الحقيقه ما بتحصلش دلوقتي غير قليل جدا على فكره. يعني زمان كان البيت لا والله هقول لك بامانه، اللي بشوفه واقليه دلوقتي بتحصل فيها. عايزه بس اكمل. طب اتفضلي. زمان كان الاب يدخل، مفيش حد مثلا، لو هما بيتغدوا سوا لازم البيت كله يبقى مستني لحظه ان هما بيقعدوا وياكلوا مع بعض كلهم سوا، علشان باباهم مثلا جاي من الشغل. في نظام الاب ده لما يجوا مثلا طفل غلط او عمل تصرف مش كويس، او طفل مثلا جاله انذار من المدرسه او رعب ان هم يقولوا ليه. اه طبعا رعب. فدلوقتي بقى الموضوع ممكن يبقى عادي، ويبقى الاب هو اللي رايح، وابني عمل ايه وايه اللي حصل وازاي. لا ما بقاش فيه في جروب البابز، ما بقى ايوه بالظبط كده. ما بقاش فيه زي زمان. يا محمد خدي المشكله حته حته يا ذكرى. الحته الاولانيه انت ممكن قبل ما اخدها حته حته تتكلم علي، نادي علي بقى. ازيك يا علي؟ استاذ محمد. ازيك يا استاذ علي، اخبارك ايه؟ ذكرى يا استاذ علي. استاذ خلود تحياتي يا استاذه. اهلا بحضرتك، منور منور الدنيا كلها. منور الدنيا كلها يا فندم. حبيبي يا استاذ علي، ده بنورك يا بيه. انا بحب البرنامج، وطبعا بحترمكم انتوا الثلاثه، وبحترم الاستاذه ذكرى والاستاذه خلود قوي. الاستاذه ذكرى منوره الدنيا كلها، والاستاذه خلود منوره الشاشه. ربنا يخليك والله. والبرنامج واللي في البرنامج بيحبوه. تحياتنا لكل اهل كفر الشيخ العظام يعني. كتر الف خير. تمام يا استاذ علي، النهارده بنتكلم في حق الراجل، كلام كويس، عشان النهارده اليوم العالمي. هو كان يوم 19 نوفمبر، بس يعني احنا بنحتفل بيه النهارده على الهوا، وبنتكلم في ازاي الشباب اللي في السن الصغير يقدروا ياسسوا حياتهم. احكي لي انت بدات حياتك ازاي، وبتشتغل ايه، وازاي قدرت تنظم وقتك، وهل انت متزوج ولا لا؟ اتصلت قطع للاسف. ده انا كنت عايزه اسمع راي استاذ علي جدا. لا لا كنت ارجع اتصل بينا تاني بقى استاذ علي، ارجع كلمنا تاني بليز. لسه بقى كنا بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول احنا بناخد المشكله جزء جزء. حته حته. قول لي بقى، قول لي بقى. اول حته النهارده ممكن يكون ما بنتجمعش على السفره زي زمان. دي على فكره كارثه. ما انا هحكي. ايوه. او قول بقى عشان الموضوع ده معصبني. النهارده الراجل عشان يكفي احتياجات بيته ممكن يكون بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه. ماشي. فممكن جدا يكون بيتغدى في الشغل، او العكس. الشاب اللي طالع شاب مجتهد وبيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه. مش دي الفكره. مش الفكره ان انا بستنى بابا. ممكن تكون بالنسبه للبنات كده، انما بالنسبه للرجاله وقت ما اسم ابويا يحضر كله انتباه، مش انا بس،
ايوه فاهمه قصدي؟ هي دي التربيه وهو ده الاحترام. فكره ان ابويا ما يشوفش مني حاجه وحشه، هي دي التربيه وهي دي الاحترام. فكره ان انا لما بابا يجي اتغدى معايا وما اتغداش قبل ما هو يجي، مش دي، مش دي. انما انا بحترم وجوده في الحياه كلها، حتى لو داخل موضوع جديد ما اخشوش الا لما ارجع له، لان ده العقل المدبر. بالظبط صح. وهكذا. احنا معانا اتصال تليفوني. احنا معانا اتصال تليفوني. معانا استاذ نرمين. نادي بقى استاذ نرمين. اهلا بيكي استاذ نرمين. استاذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من الموبايل. الو. ايوه اهلا بيكي. اهلا استاذ. ايه رايك موضوع الحلقه النهارده، اليوم العالمي للرجل؟ ايه جميل، بس مش ايه مش ايه مش ايه بقى زي بعض اصلا. جايب لنا الكلام كده. ايه 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 ماشي متعصب الايه احنا مستمعين يا استاذه نوها. قولي انت بتضايقي من الرجل ليه استاذه نرمين؟ قولي. هي قالت ان الرجاله مش زي بعضها، فشكلها متضايقه قوي. حاولي تكلميني تاني يا استاذه نرمي، لان في مشكله في الاتصالات. هي متضايقه من عنوان الحلقه، احنا ممكن نغيرها نخليها اليوم العالمي للمرأة. ان هو الكلام مش هيعجب الستات طبعا، يعني معروفه. مش عارف ليه، مع ان الراجل يعني هو عمود الحياه. لا يعني عشان خاطر في الزمن اللي احنا فيه ده بقى في رجاله كتير بتتكاسل عن مسؤولياتها وعن التزاماتها. اختاروا كويس. هقول لك على حاجه، المشكله مش عندنا، مش عند الرجاله. النهارده يا فرعون ايش فرعونك؟ قال له ما لقيتش حد يلمني. فانت النهارده بتختاري، وهو فاهم ان هو كده صح وهو على غلط. طب ما انت هتسيبيه كده للمجتمع. طب ما انت بتقولي له ان ده ممكن يجيب كويس مع يجيب لك شريكه حياه، وهو لا يستحق هذا. مش وارد ده يحصل؟ وارد. فالنهارده الاختيارات لو صح، لو بتأني، مش هتحصل المشاكل دي. فبالتالي مش هيبقى فيه النهارده. خلاص الستات فهمت والبنات الصغيرين فهموا، فبداوا يحسنوا من اختياراتهم، فبالتالي الرجاله بتشتغل على نفسها علشان يقدروا يلاقوا شريكه حياه مناسبه، فالمجتمع بيطلع لقدام. استاذه سناء، نادي عليها عايزه اكلمك. يا استاذه سناء ازيك؟ الحمد لله تمام. انت عندك كام سنه؟ 25. العمر كله ليكي. انت منين يا سناء؟ انا من بني سويف. احسن ناس، ربنا يخليك. عندك اخ في البيت يا سناء مثلا، او بابا؟ احكي لنا قد ايه هو بيتعب في حياته عشان خاطركوا، يعني احكي لي شويه عن الراجل اللي في حياتك اللي انت شايفاه قدوه او مثل يعني او قائد. انا عندي بابا ربنا يديله الصحه يا رب، قدوه ليا. وعندي اخويا اللي يعني هو السند لينا طبعا من بعده، ده يعني الاعتماد كله عليه، واللي هو عمود البيت. هو يعني ايه، لو بابا مش موجود ممكن نتجه لاخويا اللي بعديه على طول. لو عندي مشكله وبابا مش موجود في النهاية او كده، ممكن احكيها لاخويا وهو يساعدني فيها. وجه لهم كلمه بقى على الهوا، اشكريهم وقولي لهم قد ايه انتوا يعني بني ادمين كويسه وقدرتوا تحافظوا عليا وعلى اماني وعلى حياتي. وجه لهم رساله. يعني انا بصراحه انا لو فضلت اقول لهم تعرف هو فيهم حقهم خالص، بس انا بقول بابا ربنا يخليك لينا وما يخلناش منك ابدا يا رب. ربنا يخليه لك يا سناء، ويديك الصحه وطول العمر، ويديمك لينا دايما تاج على راسنا. واخويا طبعا هو دلوقتي في غربه، ربنا يرجعك لينا بالسلامه وما يخلناش. ربنا يرجعه بالف سلامه يا رب. ربنا يرجعه لك بالف سلامه. ابعت لهم الحلقه، هتنزل بالكامل على النت لو هم مش بيشوفوها على الهوا، ابعتيها لهم بقى بعد ما هيفرحوا جدا بالكلام اللي قلتيه في حقهم ده. انا اتشرفت بيكي يا سناء. شكرا ليك يا سناء. ادي الرجاله اللي بتربي. ان ايوه، ان الاب لما يكون نموذج كويس بيطلع اجيال كويسه. بالظبط يعني. لكن الشاب لما يطلع على ان بابا مستهتر، بابا مش معايا، بابا ما بيسالش عليه، كل الكلام ده كله ممكن شباب تاخده بنسبه ايجابيه، ان انا لا خلاص طالما ما لقيتش سند ليا وبتاع، انا اشتغل واكافح واقف على رجلي. وفي ناس تانية لا، هي اتربت على كده فانا هطلع على النمط ده. بصي هقول لك على حاجه، انا دايما ضد فكره الشماعه. وانا كمان يعني انا ما فيش شماعه. انسى انسى يا معلم الموضوع لا بتاعك. لا حاجه اعملها. الموضوع بتاعك ودي حياتك، ايا كانت الظروف اللي اتخلقت فيها. طالما اتخلقت فيها فهي مهمه. انت تقدر تجتازها، انت تقدر تمشي فيها. ليه؟ لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
فطالما انت اتحطيت في الظروف دي ما تقعدش تقول ده اصل ابويا ما كانش بيسال عليا، اصل انا ما اتعلمتش كويس. علم نفسك، اسال على نفسك، شوفها كويسه ولا لا، بتعمل اللي عليها ولا لا، بتتحرك ولا لا، بقيت راجل ولا لا. مش مهم ان انت حققت ده ولا لا، المهم انك بتحاول. على فكره في شباب الساعي كتير جدا بيسعي في كل حاجه، بناء العقل. خد بالك، ممكن اسعى اقعد اسعى في شغلانه معينه وربنا كاتب لي خير في مكان تاني، بس انا بسعى في دي وهو محقق لي خير كبير جدا في مكان تاني. طالما دي الفرصه الوحيده قصادي ما تسيبهاش، ما تسيبهاش حتى لو بتحبهاش، حتى لو مش مرتاح، ما دي الاوبشن الوحيد اللي مفتوح لك، ولا ايه؟ ايوه صح. انا برضو يعني اللي خدت بالي منه في كل المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها ان الموضوع بيرجع لنقطه الصفر، التربيه، البيت نفسه. البيت ده هو بيكون اساس كل حاجه، الاب والام والاخوات هم دول اللي بيخلوا حتى بيأثروا اكتر من الشارع. أيوة، لو هو وارد يكون في مشكله في البيت. ما ده اللي بقى، ما ده اللي بقوله لا، في شماعه لو الاب والام مش قادرين هم يحافظوا على نفسيه اولادهم. بصي هقولك على لو حاجة. في مشاكل هم المشاكل دي بتحصل قدامهم دايما. انا دي ده ده ده, ده شيء يدمر اي بيت. ايوه بالظبط، انا معاكي في ده. بس النهارده انا بكلم الشباب الصغير، خلاص هو عقل. هو انا بكلم دول، لا مش البيت اللي هيبقى مشكله انه يبوظ لك حياتك، لان مفيش حد مسؤول عن حياتك غيرك. ما انا بقول لك في شباب كتير يكون باباهم مستهتر ومامتهم وفي انفصال وفي مشاكل كتير جدا، ولكن هو راجل بينزل وبيشتغل لا فيك على فكره نماذج كتير كده. أيوة، بس دول ما بيأثرش فيهم اهو، وبعدين بيعنده اللي هو لا انا قادر وانا، وبيبقى يعني مثال محترم جدا. ولكن في برضو على فكره بقول لك على حاجه، دول بيبقوا افضل ناس في بيوتهم. طبعا طبعا صحيح، دول بيبقوا افضل ناس في بيوتهم، لان خلاص ما هو ما خدش، ما علقش اي حاجه في حياته على شماعه، ما علقش مشاكله على شماعه ولا فاقد الشيء. هو احسن من يعطيه على فكره لو هو واعي بقى يعني. لكن في ناس فاقد الشيء، انا هعمل ايه، انا هيركنها بقى على الشماعه. أيوة، وقعد على القهوه ولا في دماغه اي حاجه يعني. بالظبط. هقول لك على حاجه، يعني في ناس انا اعرفها من كتر ما هي عماله ترمي المشاكل على الشماعه موهوبه والله العظيم ثلاثة في مجالهم. يعني انا ليا صديق شغال في البروجرامنج، في تطوير البرامج وحاجات زي كده، وطول الوقت مديره مضطهد وفلان مش عايزه وفلان ما بيحبوش ومدفون. بقعد اقاوح معاه ومع دماغه ان انت يا ابني قدراتك جميله، اتحرك، شوف طبعا شركات تانية، بص على السوق بره. ما ده اللي المفروض يحصل، ده الصح، هي دي الحياه. فانت لو اعتمدت على ان انا عندي مشكله وادي الشماعه، خلاص يا سيدي خليك مكان. بالظبط. وبالعكس هتكتئب اكتر ونفسيتك هتتدمر اكتر، يعني انت بتدمر نفسك من ناحيتين يعني. طبعا احنا لسه مكملين موضوع حلقتنا ولسه مستنيين ان انتوا تتابعونا وتكلمونا ومستنيين اتصالاتكم، ولكن احنا هنروح لفاصل صغير كده وهنرجع عليكم تاني. ورجعنا ليكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، اجدد الترحيب بكم مره اخرى. ولسه مكملين وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده وهو اليوم العالمي للرجل، وبنتكلم ازاي الراجل يكون فعلا يستحق اللقب ده، وازاي ان هو في حياته المهنيه يوصل ويحقق اللي هو بيحلم بيه، وازاي الشباب يقدروا ان هم ما ييأسوش وان هم يحققوا كل اللي بيتمنوه. مستنيين ان انتوا تكلمونا وتقولوا رايكم في موضوع حلقتنا النهارده، وتوجهوا كلمه طبعا للراجل في يوم زي ده. ورجعنا طبعا ولسه بنتكلم في الموضوع الحلقه، وعايزين نقول ان احنا زي ما بندي للمراه حقها في يوم العالمي للمراه، ندي يعني ونعمل ضجه برضو في يوم زي ده. الراجل هبته كده. محمد انت مبسوط قوي النهارده، حاسس كده شايف نفسك قوي يعني. لا شايف لا العفو، لا والله، بس هي الفكره لا هو مبسوط يعني ان ايه ان احنا اول مره نكون معاه او بنقول كلام كويس. مش متضايق خالص، الموضوع مش مريح بالنسبه لي. مش متضايق خالص، لا ابدا والله. بالعكس يعني كل راجل لازم ياخد حقه، الراجل الصح ياخد حقه والراجل الغلط ياخد حقه. اصلا انت عارف الحلو في ايه؟ عارف لما مثلا ست وربنا رزقها بزوج كويس جدا، مفيش احلى من كده في الحياه، اللي هو ربنا يعني انت هتستني ايه احلى من كده؟ ايوه، فهو احلى حاجه في الحياه بالظبط إيه؟ الراجل. شكرا. لا وعلى فكره العكس برضو. عارف انت مش عارفه ايه اسمها ايه، بحبك شكرا. بصي هقول لك على حاجه، الراجل لما بيكون كويس وراجل بمعنى الكلمه بتبقى نعمه.
طبعا ايوه بتبقى نعمه منين بقى يا استاذ محمد بقى؟ ايوه منين؟ لان كل الستات بتكون مشاكلهم في الحياه راجل. استني بقى عشان في موضوع مهم هنا خطر. خلود عايز اسالك سؤال. ايه اتفضل. ما تجيش عليا. لا والله ما هاجي عليك وحياه ربنا، بس خليني اقول لك على حاجه. النهارده كل انسان مسؤول عن اختياراته. صح. صح؟ والنهارده انا وارد اغلط واختار اختيار خطا. بس الصح اني اكمل لحد ما الاقي الشخص الصح وارجع ادخله تاني حياتي. وارد ان انا الاقي الاختيار ده من اول مره. انا بتكلم ودي بتبقى نعمه، انما في اختيارات غلط، في رجاله غلط، في رجاله مش رجاله، مش مسؤولين، مش في ما في ستات بتكون نقمه في حياه الراجل. ايوه دي حقيقه، ده حقيقي طبعا. في كده وفي كده، انما النهارده احنا بنتكلم على الشخص المسؤول اللي قادر يدير حياته بمنتهى المنطقيه وقادر يدير امور حياته. معانا بس مداخله من استاذه بسمه. الو، اهلا بيكي يا بسمه. فكره انا بحب البرنامج ده قوي. واحنا بنحبك جدا والله يا بسمه. ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ لا موضوع جميل. طب تحبي توجهي ايه للرجل في يوم زي ده؟ انا اوجه لجوزي. يلا قولي له بقى يعني حاجه حلوه كده. يعني ربنا يخليه لي واحسن راجل في الدنيا. الله، ربنا يخليه لك يا رب. والله ربنا يحفظكم لبعض ويخليكم لبعض يا رب بجد. يعني هو انسان كويس ومحترم، راعي ربنا فيا ما شاء الله. ربنا يخليه لي. ربنا يخليه لك، ربنا يخليه لك يا رب. ويا ريت، يا اتمنى ان كل رجاله يكون امثله كده. والراجل لما بيكون كويس يعني ست اول واحده بتكون سبورت ليه، واول واحده بتحب تديله كلام وتديله حقه يعني. ايوه دي حقيقه والله. انا بتكلم دلوقتي بتأذيني ليه؟ ندي لكل واحد حقه. انا 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 فاهم طبعا ان اختيار الـ 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 الخطا ليه عواقب وخيمه، وانا بوجه رساله لكل الرجاله يعني ما تكونوش اختيار خطا. يعني حاول بقدر المستطاع ان انت ما تحطش. الراجل بقى يستسهل دلوقتي محمد، يعني هو دلوقتي يتجوز ويخلف، ولو انفصلوا او عادي هو قاعد في البيت عادي يقول لك عادي مراتي تسرق. اول حد بتيجي على دماغه هو الراجل. اول حد بتيجي على دماغه مدرك كده، هو بيسيب كل حاجه والاطفال والعيال والزوجه. خلاص هو الست دي خلاص هي تتحمل مسؤوليه كل حاجه، وست غصب عنها لان هي بيكون معاها الاطفال، فغصب عنها بتلاقيها شايله الحمل كله لوحدها يعني. طبعا. احنا معانا اتصال تليفوني، نقول الو. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه منى، منوره الدنيا. انت اللي منورين وحشتوني حبيبتي والله. انت وحشينا كلنا. عاملين ايه؟ كله تمام. قولي لي رايك في موضوع حلقتنا النهارده. انا عايزه احيي كل راجل شقيان وبيتكسف في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده. دي حقيقه والله. واولا ابويا وجوزي، الاثنين دول بصراحه يعني ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب. شقيانين وبيكافحوا من زمان وربنا يديهم الصحه يا رب ويقويهم على الايام الصعبه ديت. طب ما تديهم هديه كده على الهوا. قولي لهم، قولي لهم، قولي لهم شكرا، قولي لهم كتر خيركم. انا بحبكم قوي. ولو طلت قدكم من عمري كله يعني مش هيكفيكم. والله انت جميله يا منى، وربنا يخليهم لك ويفضلوا دايما سندك في الحياه كده. ربنا يهدي الشباب بتاع اليومين دول اللي مش شايلين مسؤوليه ومش حاسين بنعمه الشغل والكفاح. ربنا يهدي. احنا بنكلمهم كل يوم ومش هنبطل نكلمهم، وربنا يعيننا ونغير التفكير الغلط ونغير العادات الغلط. يا رب وانتم منورين الدنيا كلها، وانا مبسوطه ان انا كلمتكم. بنورك والله، واحنا مبسوطين اكتر. كتر خيرك. شكرا ليكي يا منى. فبيبقى نعمه، يعني بيبقى نعمه لما بيكون راجل وقد المسؤوليه. ايوه طبعا. اب لما يبقى في اب وبنته لما تقع في مشكله او ابنه يقع في مشكله يرجع له يلاقي في حضن وفي سند وفي اب عارف ان هو يربي وعارف ان هو يتحمل المسؤوليه وفي ظهرهم وبيساندهم. دي ما فيش حاجه احلى منها في الدنيا.
لما البنت يبقى في مشكله بينها وبين جوزها، وبرده يعني لو جوزها ده انسان مش كويس، او هي مثلا اختارت انسان مش مناسب وتغير بعد الجواز، تلاقي حد برده بيقف بيجيب لها حقها. مفيش احسن من كده طبعا. بصي، احنا اتكلمنا في بدايه نشاه الراجل عن الراجل اللي بيستصعب الوصول لحلمه، والراجل اللي بيستسهل ويروح يشتغل اي حاجه وتتعك منه في الاخر. طيب خليني بقى اكلم الراجل اللي في متوسط العمر في الثلاثينات والضغط عليه من كل ناحيه. الراجل ده هو فعلا اللي يستحق الكلام ويستحق الشكر ويستحق المسانده، لان ده في نص الطريق قطع المسافه الكبيره، اداها من وقته من عمره من مجهوده، وفي نفس الوقت ممكن يكون محققش اللي هو عايزه. انا النهارده بوجه لك رساله، ربنا ما بيضيعش تعب حد وما بينساش حد. الوصول قريب وفي لحظه بتتفتح، يعني تبقى ماسك موضوع معين وشغال فيه وفقد الامل وكل الابواب متقفله، وفجاه تاتي من حيث لا تحتسب. ده صح والله. تلاقيها نتيجه السعي والبذل للجهد و و و و تلاقي تليفون جالك غير حياتك، وده اللي انت مستنيه، وده اللي اقعد شغال عليه. يعني دايما جهز وسخر كل علاقاتك وناسك واهلك ومجهودك في الحتت اللي ممكن يجي لك منها فرص. دي حقيقه. عشان الفرصه لما تجي لك تقدر تغتنمها. احنا معانا اتصال تليفوني، نقول الو. قول الو لسمر بقى. السلام عليكم. ازيك يا سمر؟ السلام. ازي حضرتك، منورين الشاشه. بنوري. بنورك يا سمر. والله انا والله يعني قعدتكم صراحه هي اللي شدتني ان انا اتكلم، من اول مره اتكلم في التلفزيون. منورانا يا سمر، حاجه فرحتنا جدا يعني. بنورك يا قلبي. انا حابه بس اوجه السلام لجوزي واشكره كامل الشكر والله على يعني على كل حاجه حلوه عملها لي، وعلى كل حاجه لسه هو حلو بيعملها. ربنا يخليه لك يا رب، وما ما تتحرميش منه ابدا. بس ايه اكتر حاجه بتحبيها فيه؟ الله يخليك. تبته وحنيته. هو طيب جدا. اي نعم بيبقى في حبه عصبيه كل حاجه، بس هو طبيعي. يعني راجل لا، المشاكل بين الزوجين دي حاجه يعني احنا اتكلمنا فيها دايما، وبنقول ان هي بتحصل في الحياه بين الاخوات، بين الاهل، وفي اي بيت بتحصل، ودي حاجه عاديه جدا. ايوه الحمد لله. بس يعني الحمد لله ربنا يخليه ليا ويخليني ليه ويفك كربه يا رب ويسد دينه. هو اتحمل كتير والله، وربنا يحقق له كل اللي هو بيتمناه. هو هيكون في منتهى السعاده وانت بتقولي له الكلام ده. والله يعني انا ما والله دي كلمه ممكن تخليه تصبره سنين قدام. من هنا المليون سنه والله مش هقدر اوفي له حقه، وربنا يخليه لينا يا رب، وربنا يساعده ويحقق له كل اللي بيتمناه. ربنا يخليه لك يا سمر. وربنا اخويا برضه ويهديه لمراته، وهو في مشاكل ما بينهم شويه، ربنا يهديهم لبعض. ربنا يخلي كل راجل جدع واقف في الحياه واخد باله من بيته ومن شغله ومن حياته. بنشكرك جدا. بنشكرك يا سمر. وانا اتمنى ان كل ست عايشه مع راجل، سواء كان زوج، سواء كان اخ، سواء كان ابن، عايشه مع راجل في حياتها شايفه ان هو ماشي على الطريق الصح وعايزه تسنده، دي فرصه جميله ان انت تتصلي بيه على الهوا وتقولي له شكرا. يعني دي بتبقى على فكره احساس اللي هو المشاعر والكلام والحاجات دي بتبقى احسن 100 مره من ان انت مثلا تجيب لحد هديه، او الحاجات المعنويه دي بتفرق جدا، جدا النفسيه جداً طبعا. هو على فكره الراجل مش محتاج غير دي، يعني هو بيدي كل حاجه. هو بس بيبقى عايز دي. وعلى فكره كلمه في اوقات كتير جدا تخلي الشخص اللي قدامك يعمل يعني اضعاف ما هو بيعمل. هي تحس برضو بتدي لك طاقه كده وباور ان انت تقوم وتكمل. يعني عشان كده بشوف ان الطب النفسي ليه دور كبير. هو وانا ما اروح عند دكتور نفسي او ما نكلم دكتور نستشيره في حاجه، هو مش بيساعدني بحاجه ماديه ولا، بس الكلام المعنوي بيفرق جدا. بص، الراجل مطلوب منه تطور سريع ومطلوب منه نجاحات وخطوات في حياته، فالراجل اللي قافل ودنه ده راجل حياته صعبه بالمناسبه. يعني لازم تنتبه للي بيتقال، ممكن يكون في مصلحتك، ممكن عديه على عقلك. صح. والله عجبك خده، ما عجبكش سيبه.
فاهمه قصدي؟ أيوة. انما الراجل اللي بيقفل عقله على نفسه وبيقفل ودنه على نفسه ما بيتطورش، ده بني ادم على فكره، ده مش الراجل بس. بلس كمان حاجه مهمه، ان الـ 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 التغيير والتطوير في الشخصيه ده مطلوب. النهارده انا مقتنع تمام الاقتناع ان الحياه مش سهله، بالعكس احنا يمكن لو انت في سن ما بين ال 25 سنه ل 35 سنه انت في اصعب مرحله في حياتك. هي مش سهله، بتبني نفسك وبتكون نفسك وبتبني بيت واسره، وماديا بتشوف رايح لغايه فين، هتحقق ايه في حياتك، التارجت اللي انت وصلت له ده اللي انت خلاص اللي انت هتبدا تكمل على اساسه بقيه حياتك. انت كده حطيت الاساس. ايوه صح. فهي هي هي انت في اصعب مرحله في حياتك، بس هي الفكره انت هتتحمل قد ايه من الحياه. هي هنا الرجوله، هو هنا المبدا الاساسي. انا هي هتضرب فيك، هتكسر عظمك في شغل في بيت، هتلاقي مشكله انت مش عامل لها حساب اصلا وظهرت في حياتك، هتتحمل بقى قد ايه. هي دي رجولتك، هو ده مدى الاساس اللي انت بتحطه لنفسك. لان النهارده ال انت عشان تروح تجيب عسل فانت هتعدي وسط نحل وقرص نحل كتير. ممكن اروح اجيبه في السوبر ماركت عادي. بصي ما استنى فكروا كده. طبعا. طب احنا معانا اتصال تليفوني، معانا استاذه دعاء. الو، اهلا بيكي يا دعاء. اهلا بحبيبتي، منوره الدنيا كلها. علي صوتك بقى كده يا دعاء وقولي لي رايك في حلقه النهارده. حلقه النهارده جميله بس مش على شوقي بقى. ليه بقى يا دعاء؟ انا كنت حاسه بحاجه غلط. هقول لك بقى، انا عايزه اوجه رساله لجوزي، هقول له احلى سلام. طب حلو ده، ما على هواكي اهو. لا هقول له ربنا يخليك ليا انك تنكد عليا كل يوم. ياه. تمام. وتسهرني. هي دخلت انت ازاي؟ ايه اللي بسمعه ده؟ بيعمل ايه يا دعاء؟ انا كنت حاسه ان هي تقول كلام كويس، يعني حاسه ان لما انتبه تقول الدعاء كله بالاول. قولي انا سامعاكي كله، وبعد كده هنسالك بيعمل ايه. قولي يا دعاء. قولي. تمام معايا؟ معاكي. يشيل لي كل يوم يقهرني كده يعني. ليه بيعمل كده؟ بص ربنا يخليه يعمل كده هو. الحياه بسيطه يا دعاء، احكي لي بس اللي بيحصل. اللي بيحصل عادي خالص، زي اي زوجه مصريه بتتصل بجوزها بتطمن عليه، بيقول لها في ايه، عايزه انا في الشغل، انا مش عارف ايه، فخلاص بقى الحمد لله. ايوه ليه ما بتطمن عليه؟ ليه يعمل كده يعني؟ ممكن يكون مضغوط مثلا يا دعاء، هو دايما كده يعني. اكيد يا ربنا يهديه، بس انا بوجه له رساله، هو ربنا يخليك ليا ويتنكد عليا كل يوم. قولي له كلمه يعني حلوه. طيب عشان حلوة علشان لما يشوف الفيديو ده ينبسط يعني. مش ممكن اقول له والله انت عارف ان انا بحبك. ايوه كده، عارف ان انا بحبك قد ايه، ويعني هفضل استحملك لحد ما اخر يوم في حياتي. ايوه ده الكلام الحلو ده اللي يخليه كده. ايوه كده. لا بس انت كنت عايزه تتكلم وحش في الاول. أيوة لا والله ابدا. كنا عايزين بس نعرف اللي بيحصل ايه. أيوة. لكن لا. أيوة لا ما حصلش. لا هو بس ضغوطات الحياه، بس هو بينكد كتير قوي والله. ما ينكد الا مش نكدي. انت تعرفي هو بيشوف ايه بره؟ ما هو مش هيقدر على نكدها لو نكدت. بيبهدل الدنيا عشان تبقي فاهمه، عشان خاطري. ما انا هقول لحضرتك حاجه، عشان خاطر بيتي. انا والله العظيم يعني بعمل كل حاجه علشان يبقى احسن حاجه في الدنيا هو. ايوه يعني كده. شفت يعني بعد كده يلا بقى، مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس هو اكيد هيسمع الفيديو ده. انا هاخد المقطع ده وهوريه له عشان بس يشوف. بس كده انت، انا قلت له انا بحبك على الهوا قدام كل الناس. شاطر. عشان هو بيقول لك يا دعاء وما يحرمكيش منه ابدا، ربنا يخليه لك. ربنا يخليه لك يا دعاء. وفي اي بيت في مشاكل وبينكدوا على بعض هينكد، انت نكدي، هو مش هيقدر على نكدك انت يعني. ما تسمعيش كلام ذكرى. ما تسمعيش كلام ذكرى. ليه ان شاء الله مره كلام ذكرى. لا 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 ما تنكدوش. لا احنا بنهزر بنهزر والله. غلابه لا مش لدرجة غلابة، مش لدرجة غلابة. عايزاها تنكد على الراجل. والله بهزر، ما اقصدش يا دعاء. لا ما تهزريش لو سمحتي. لا اهزر. في اليوم العالمي للراجل ما تهزريش، ما تنكدوش عليه. ولا حتى بهزار. بمناسبة اليوم العالمي للراجل والنكد والكلام ده كله، عايزين برضو نتكلم في حتة كأس العالم. دلوقتي طبعا كأس العالم شغال، وطبعا كل الستات طبعا او معظمها ملهاش في الكورة، فطبعا بقى ايه الماتشات طول النهار شغالة. انا عايز اقول لك ان كان في بوست كان مكتوب مخصوص بسبب الموضوع ده، كان طويل عريض كده، اللي هو ما تكلموناش وقت الماتش. كان في يعني كلام كتير كده مهم فيه.
شفتي؟ يعني الماتشات طبعا طول النهار شغاله، واحنا طبعا معظم البنات يعني مالهاش في الكوره، فطبعا بتبدا بقى ايه ترن وتتصل ومش عارفه ايه، وانا ولا ميسي وانا ولا كريستيانو، وطبعا بندخل فما تنكدوش عليهم برضو يا جماعه، يعني سيبوهم يتفرجوا على الماتشات كده تمام، اهتماماته بسيطه ومفيش حاجه، سيبوه يتفرج على الماتش. الراجل بيشتغل طول السنه بيتفرج على ماتشين في السنه، فالراجل كويس يعني. والله يعني كاس العالم كل اربع سنين سيبوه يتفرج على ماتش براحته، وانتوا اتفرجوا معايا الكوره حلوه برضو يعني. طبعا الكوره جميله على فكره، اقول لك على حاجه مسليه والله، لا حلوه وتاخدي برضو واعملوا فشار وهاتوا لب، يعني الموضوع بيبقى لذيذ يعني. وحتى لو نازل اتفرج مع اصحابه ما تنكديش عليه برضو، ليه ما يقعد يتفرج معاها عشان خاطر يعني احنا هنا في كاس العالم الموضوع يعني هو ممكن يسيبك فعلا في حاجه زي دي. هو احتياجاته بسيطه، هو بس عايز يفرغ شويه من عقله من مشاكله. طب افرض بقى هو بيشجع فريقه خسر، هي يتنكد عليها. انا عايز اقول بس حاجه، اوعى ذنبها بقى هي جت معاها كده، هنعمل لها ايه؟ اوعى تقولي له محمد صلاح فين، اوعى تقولي له محمد صلاح فين ما بيلعبش في كاس العالم، عشان بجد هينكد عليك وهيسيبك فعلا يعني، عشان خاطر انا عارفه البنات ثقافتها في الكوره عاليه شويه. بصي في الاخر انا 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 مش عايز اخرج من الحلقه غير لما اكون حطيت قواعد وحطيت شويه عناوين رئيسيه كده للشباب، دي طبعا ان انت ما تستسلمش بسهوله وما تبطلش تحاول وتسعى، وان الفشل ده جزء من الخطه. معنا استاذ منتصر، رحب بمنتصر. استاذ منتصر ازاي حضرتك؟ استاذ منتصر في مشكله في الاتصال تقريبا. يا منتصر الاتصال اتقطع، يا منتصر حاول تكلمنا تاني. فهم بشويه خطوات هتمشي عليهم هتحقق اللي انت عايزه، بس اهم حاجه الصبر والمصابره والايمان بالله، وانك تبقى فاهم انها جايه العمليه عمليه مساله وقت لا اكتر ولا اقل، ومفيش حد تعب وبيروح، وربنا بيقدر كل شخص بيتعب وكل شخص عنده طموح، كل شخص بيشقى طبعا وبتصبر وبتنول، ما ربنا مفيش عنده مستحيل، وفي قدامك نماذج كتير قوي في الحياه كانوا تحت الصفر وتعبوا وشقوا وكانوا بيطلعوا، يعني هم لا يملكوا فلوس ولا يملكوا اي واسطه ولا اي وسائل تخليهم يتوقعوا ان هم في يوم ممكن يكونوا في مكانهم ده، ولكن ده ربنا، ده الايمان بربنا وطبعا والطموح والسعي ورا حلمك، فما فيش حاجه مستحيل. وبرده لو الهدف نفسه برده بتاع الشخص ده ما اتحققش، هتبص تلاقيك انت ربنا كاتب لك الخير في الحته دي، هتبص تلاقيه برده، هتبص على كل حاجه حواليك هتلاقيه ربنا مثلا مديلك اسره كويسه، مديلك اولاد، مديلك اب، مديلك عيله، مش شرط الهدف بتاعي يتحقق اللي هو بالظبط تيبيكال انا زي ما مخطط له، لا ربنا بيدينا كلنا مقسم النعم علينا كلنا، ولازم كلنا نكون مؤمنين بحاجه زي كده، لازم نكون راضيين، الرضا ده اهم واحسن حاجه. في ناس بتفهم الرضا غلط. الرضا ده يعني بص القناعه والرضا القناعه والرضا بيجوا بعد ما تبقى انت خلصت. ايوه يعني مثلا انا بستغرب جدا ناس كتير بتبقى ايه، انا باخد 1000 جنيه تمام رضا كده. طب هل انت استنفذت الفرص بتاعتك؟ استاذ منتصر رجع لنا تاني، احنا عايزين نكمل الحته دي بعد ما استاذ منتصر. ايوه استاذ أكيد. منتصر ايوه اهلا بحضرتك. اهلا. النهارده بنحتفل باليوم العالمي للرجل، وحبيت والله العظيم انا بمناسبه اليوم العالمي للرجل ده انا عايز اقول رايي. اتفضل. حاجة والله انا بحب واحده ومنكده عليا. منكده عليك ليه؟ والله لسانها طويل. لسانها طويل؟ والله. بتشتم يعني؟ لا بتشتم بطريقه كده ما يصحش يعني، ما انا راجل في بيتي برضه. هي مراتك ولا انت بتحبها؟ لا والله بحبها وعايز اتجوزها، بس يعني مدهاني حبتين بس يعني، هو قلبه ما يريد. طب انت بتهزر اول ولا بتتكلم بجد؟ لا والله بتكلم بجد، بس نعمل ايه بس ده مشكلها. وهي وهي يعني انت بتعمل ايه رد فعلك لما هي بتعمل كده، لما هي بتقل ادبها ايه؟ ما انا بشتم انا كمان يعني وانا اسكت. الله دي علاقه توكسيك. انا بجد فخوره بيكوا جدا.
طب خلاص انت شتمتها، ايه شتمتك؟ فين المشكله؟ يا نهار اسود، ما انا بصراحه محمد بينتحر هنا. حل الموضوع ده؟ لا يا عم الاحترام مهم يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده يا عم منتصر؟ ده كلام يا راجل صعيدي وفي الدنيا يا باشا. لا يا باشا ما تقعدش في حته ما فيش احترام فيها ليك يعني. يا باشا والله العظيم انت راجل صح الصح، والكبده بتاعتك صح الصح. ماشي يا سيدي، شكرا، كتر خير. شكرا، كتر خير. يعني احيانا المشاهدين بيبقوا لزاز و ففكره لا طبعا الاحترام بين الاثنين. لا هو بيهزر اكيد، هو اكيد بيهزر. لا ويعني لو بجد فهو يعني انا برضو الغلط كان ايه؟ ما هو ايه بيشتموا يعني ايه؟ يعني ايه علاقه هما بيشتموا بعض؟ في وارد ان في ناس علاقتهم مع بعض تكون لا بس ده مش بالفاظ مش كويسه. لا بس طبعا العلاقه لازم تبني على الاحترام. جريمه قتل معروفه يعني، جريمه قتل بيبقى بقى فيه بقى جريمه مشاكل. لا لا هي وصلت لكده، بتوصل معاهم لمرحله فظيعه. كنا بنتكلم في الرضا، وكنا بنتكلم في فكره القناعه، ولكن في ناس بتستسهل او رجاله بتستسهل، وهو راضي باللي بياخده من باب ان تمام هو انا كده راضي اهو، ما انا راضي اهو. انما الرضا بيجي بعد استنفاذ الفرص، انت بترضى بالنتائج، انما ده اسمه تكاسل او تواكل. انت بتعمل اللي عليك والنتيجه دي بتاعتك. النهارده انت خلصت كليه، طيب رحت شركات قدمت السي في بتاعك، بدات تدور ازاي هتنمي في نفسك وتدي للمجتمع ولنفسك قيمه اكبر، عملت وسويت ورحت وجيت، ارضى بالمكتوب. صح. انما ما تقعدش في بيتك وتقول انا راضي. لا طبعا. ما تبقاش بقالك 20 سنه ما دخلتش عقلك معلومه جديده ولا اتعلمت حاجه جديده عن الحياه وتقول انا راضي. لا ما ترضاش، هنا الرضا غلط. فاهمه قصدي؟ أيوة. لان رجاله كتير جدا تلاقيه يقول لك ايه؟ والله الحمد لله انا شغال على مش عارف هو ايه. هو كده مش راضي، هو كده متكاسل، هو مش راضي، هو كده متواكل. هو متواكل على اللي بيجيله لحد دلوقتي وتمام. وانا كده ممكن يكون اللي بيديله ده، اللي بيجيله ده هو مش مكفي احتياجات الاسره، مش ملبي حاجات الاسره، متكاسل. ما هو مش واخد باله، هي المصيبه الاكبر ان هو مش واخد باله ان هو متكاسل. لا انت فاهم الموضوع بالي. لا 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 في لا ناس بتكون شايفه، لا في ناس ما بتكونش شايفه. لما البيت يكون محتاج حاجه والاسره محتاجه حاجه وانت مش عايز تسمع، هو شايف ان هو عمل اللي عليه. لا. هو في دماغه شايف ان هو عمل اللي عليه، ولان هو ولكن الحياه مش 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 مقدمه له فرص. ممكن يكون عمل اللي أيوة. عليه والحياه مش مدياله فرص، وفي مشكله عنده، بس عمرها بالزبط. ما بتكون مشكله هو دايمة. مش شايف بقى ده، ما هي عمرها ما بتكون دايما. النهارده انا دخلت موضوع وتعلمته وفهمته ودرسته وحاولت وسعيت ان انا اكبر في المنطقه دي ولسه ما كبرتش، خليك راضي. انا اللي بقول لك خليك راضي، لسه ما جاتش وقتك. انما انت ما بتعملش ده ومتكاسل ومتخاذل عن تلبيه احتياجاتك واحتياجات اسرتك او اللي المفروض تكون عليه في الوقت ده، لا انت كده متكاسل، ما تبقاش بالظبط. طب احنا معانا اتصال تليفوني. الو يا استاذ مجدي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، منور الدنيا كلها. الله يخليك، ده انتوا حضراتكم منورين، استاذ محمد والاستاذه ذكرى. كتر خيرك يا استاذ مجدي. بشكرك جدا. في اليوم العالمي للراجل تحب نقول لبعض ايه؟ اول مره اسمعها اليوم العالمي للراجل ده. هو الراجل في كل وقت كان، بس احنا عايزين نقول حق واحده للاستاذ محمد والاستاذه ذكرى. بالنسبه اللي هو يخش على حاجه زي دي الاول كده، يرضي ربنا ويرضي والديه تمام، ويتأنى يتأنى في المشوار ده. انا هقول لحضرتك انا سني 64 سنه. ما شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يديك طول العمر. وعايز الله يخليك، وعايز اقول لحضرتك انا اسعد زوج في الدنيا، يمكن اول مره تسمعوها. الله اكبر. تمام. انا امسك الخشب، عندكم خشب؟ ربنا يسعدك. اسعد اسعد زوج في الدنيا. عندنا خشب اهو، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، انا فعلا اول مره اسمع. ربنا يسعدك يا رب. طب احكي لي بقى ازاي قدرت توصل لده؟ يعني طبعا انت مؤسس لده ومجهز له كويس عشان كده قدرت تحصل على النتيجه دي، ان انت مرتاح في بيتك. بص يا استاذ محمد، البني ادم البني ادم تمام هو اللي بيكون شخصيته، لازم يكون عنده ثقه في نفسه وثقه في ربنا. وبنت الناس اخدت بالك ما بيتلعبش بيها، وابن الناس ما بيتلعبش بيه. فانت داخل على جواز اللي ما ترضيش على وقتك، ما ترضيش على بنت الناس، ولا ما ترضيش على ابوها، ما ترضيش على ابن الناس. فيا ريت بخت رضا الوالدين من ناحيتين، رضا امها وابوها ورضا
امي ووالدي. الله على الكلام والله بجد. تمام. فانا الحمد لله يعني انا بقول لحماتي انا خدام تحت رجليكي قبل بيتك وقبل اولاد بيتك. فمش عيبه، دي ام دي والده، زي ما امي والده هي برضو والده، فدي لها حقوق ودي لها حقوق. انت لما تعمل كده مع حماتك هي هتعمل كده مع امك، ده طبيعي. ده اساسي. ما هي حماتي هي قالتها كلمه، كانت والدتي الله يرحمها كانت تعبانه شويه وقالتها انا اتمنى ان انا الحاج على والدتي، يعني حماتي اللي بتقول الكلمه دي، اتمنى ان انا الحاجه تقول تعالي يا بنت يعني امشي كده انا اشتغل خدام تحت رجليها. لما جت تعبت حماتي عرفت بقى، جيت انا بقى ايه رديت الكلمه بعد وفاه والدتي، قلت لها قول لي معلش يا مجدي وبتاع وحاجة عليك، انا ركبت ايه مرتك منك وبتاع، قلت لها انا خدام تحت رجليكي قبل بنتك وقبل ولاد بنتك. ربنا يجازيك خير والله العظيم ثلاثه يا استاذ مجدي. يعني المفروض البني ادم يراعي ربنا، يراعي ربنا، يراعي ربنا طبعا، اللي هو يراعي ربنا طبعا طبعا طبعا. طالما انت عندك ايمان بالله وعندك ثقه، رغم اقول لحضرتك حاجه، دي انا داخل 28 عتبة عشان انقي واربعه عامل لهم خطوبه، تمام؟ الرابعه هي اللي ختمتها اللي هي معايا الزوجه دي، بدأنا من ربنا نقيت كويس واسست حياتك وبنيت حياتك على رضا ربنا ورضا والديك، طبيعي تكون اسعد زوج في الدنيا. محمد يا استاذ محمد، انا والدتي انا كده مخلف اتنين رجاله والبيت معايا في ثالثه ثانوي ودلوقتي عام، يعني دعواتكم لها تكفي النجاح. ربنا يكرمها يا رب ويوفقها. نجاحها يا رب. انا عندي ثلاث رجاله واخد بال حضرتك، الولدين والبنت، تمام؟ فانا تكفي رضا والدتي على زوجه، على زوجه وعلى الاولاد. ربنا يخليهم لك يا رب. اقول لحضرتك موقف صغير بس عشان ايه الناس تسمع وتعرف الكلام ده كويس. مهم، ده مهم، احنا كلنا بنتعلم من بعض. ايوه، انا عندي والدتي كانت ست كبيره مسنه من الناس الكبار الشوذات قوي 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 قوي، تمام؟ وطبعا انا دي اخواتي وبيت عيله، تمام؟ فالحاجه دخلت ورا منها وده سيخ في المعين، فطبعا حته ماري مونيه بقى واخد بال حضرتك، شم شمال يمين بتاع كده واخد بال حضرتك. فبقت لها في حاجه يا نينا الحاجه اعيد عليها تاني، انا انت زي ستي في حاجه اعيد عليها تاني قولي لي وانت خبره اخدها منك، مش عيبه ولا كده ولا كده، انا مش هدعي والله. هو الكلمه الحلوه اللي بتشتري بيها خاطر اللي قدامك. قالت لها تسلمي يا بنتي وبتاع، والله 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 هذا حصل. بعد كده قالت لها لو هو كلمك وقال لك رواح عند اهلك قول له انت سيب الشقه وامشي، شدك من شعرك شدك من هدومك طلعت بره، طلع قال لك انزلي لي وانا هطلع تاني خلاص بقى. هي بتبقى حبتها زيها زي بنتها والعكس صحيح. فتكفي تكفي ان بدعوه الوالدين الحمد لله، ان يعني ربنا كرمني ورزقني بثلاث رجاله، البنتين الولدين والبنت. ربنا يخليهم لك يا رب ويحفظهم لك وتشوفهم احسن ناس في الدنيا يعني، وارجو ان كل اللي بيسمعنا يكون اتعلم حاجه، ان الموضوع السر في رضا الوالدين اولا، ثانيا في مراعاه ربنا في كل شيء، ثالثا في الاجتهاد والسعي والمصابره عشان توصل للي انت عايزه، تبقى حياتك جميله كده زي استاذ مجدي. ما شاء الله يا استاذ مجدي، يعني ربنا يا رب يكتب لك الخير دايما. مثال جميل والله، يعني كنت مبسوطه جدا بالمكالمه بتاعته. تعب برضه، تعب عقبال ما ولف بين ده وبين ده، وتعب عقبال ما وبقى في نتيجه ده. ما شاء الله ايه النتيجه برضه، النتيجه عادت عليه هو. هو بقى اسعد زوج. أيوة. هو بقى مرتاح في حياته، وهو ده اللي بقوله، هي دي الرجاله. هو الراجل لما بيأسس صح وبيختار صح وبيراعي ربنا وما بيبطلش يسعى يبقى راجل، بتلاقي بقى نتائج جميله يعني، صح؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، هي دي الفكره يعني. لا احنا برضو لازم برضو الشباب برضو، يعني هو اكيد اولاده متعلمين منه برضو، يعني هو حتى بيقول ان هو معاه ثلاث بنتين، ولدين وبنت. احنا معانا اتصال تليفوني. معانا اتصال تليفوني. الو. اهلا بحضرتك، علي صوتك شويه. طب يا اسماء حاولي تكلمينا تاني. لسه مستنيينكم تكلمونا قبل ما ننهي الحلقه، يعني اللي حابب يوجه رساله لحد، توجهي رساله لجوزك، انت توجهي رساله مثلا لاخوكي لباباكي في الحلقه دي. لا طبعا يعني هبكي بجد. عادي دلوقتي
لا بجد اقول لهم ان ربنا يخليكم ليا وقد ايه يعني الحياه بيكم انا ببقى قويه دايما وانتم سند وانتم حاجه جميله جدا في الحياه، فربنا يخليكم ليا ودايما كده يعني ربنا يديكم الصحه وطولة العمر يا رب دايما يا رب. بس معانا بقى محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد، ايه الاخبار؟ الاخبار حلوه الحمد لله. بمناسبه اليوم العالمي للرجل، هو كان 19 نوفمبر ولكن احنا بنحتفل بيه النهارده، تحب تقول ايه بقى؟ ما عادش في رجاله يا بنتي. ليه كده؟ ليه كده يا استاذ محمد؟ هو في، ما هي الست اللي ماشيه البيت دلوقتي. ليه يا استاذ محمد طيب بتقول كده؟ والله يا بنت الست اللي ماشيه البيت. ماشيه البيت سلطه منها ولا ماشيه البيت عشان خاطر الراجل ما بقاش ملزم او ما بقاش عنده، ما بقاش عنده، بقى سلبي شويه؟ لا عشان الراجل محترم. لا انا مش فاهمه بقى المعادله اللي حضرتك بتكلمنا بيها دي. ها؟ ايوه، ما الراجل بيبقى محترم بيسيب لها هي تقود البيت كله يعني. اه لا طبعا مش دي مالهاش علاقه بده يا استاذ محمد. لا طبعا دي حاجه وحشه. يا محمد انا عندي ثلاث، وعندي ولدين وثلاث بنات. ربنا يخليهم لك يا رب، صل على النبي يا سيد الناس. انا عندي 62 سنه. ربنا يديك الصحه. انا متجوز وانا عندي 18 سنه. ربنا يديك الصحه يا حاج. وهي كانت 13 سنه. طب وهي اللي ماشيه البيت؟ وما زعلتش في يوم لعند النهارده، بقى لنا 44 سنه متجوزين. اللهم صل على النبي. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. طب ليه؟ ما هو في رجاله اهو. خدمت خدمت. طب انا عايز اسالك سؤال يا استاذ محمد، انا عايز اسالك سؤال. انا عايز اسالك سؤال، انت عندك رجاله؟ مخلف رجاله؟ انا عندي ابني الكبير اكبر منك يا محمد، عنده 40 سنه مهندس. ربنا يخليه لك ويحفظه. طب ما في رجاله اهو يا عم محمد. طيب هو اكيد اتعلم منك. كل واحد في شقته فوق في البيت، يعني ما هو في البيت بيت عيله، فكل واحد في شقته. ماشي، انا اقصد ان انت ربيت واسست رجاله من صلبك ومن ظهرك، صح؟ ايوه. هو ده دورنا بقى في الحياه، ان الراجل يطلع رجاله، يطلع ناس مسؤوله، يطلع عقول قويه. انا كنت في الجيش وكنت مسلمها الامور، لان كنت بغيب في الوحدات العسكريه يعني. الله ينور، وده واجبها. كنت مسلمها كل حاجه، وده واجبها. ما هو ده الشريك الصح. ما هو لما بيبقى الشريك صح بيسند. وربوا بهايم هي والاولاد، واشتروا فدان ارض، وبنينا على الفدان البيت بتاعنا، وعاملين جنينه، والدنيا واسعه وفي ارياف. ماشي، يبقى الحياه كده مشاركه، يبقى في راجل وفي ست وفي حياه بنت وفي اساس. إيه اساس اتحط كويس. وبعدين خدمت امي وابويا لحد ما ماتوا. ربنا يرحمهم. يعني اصيله. انا بقول لها الخير والوسع اللي احنا فيه دوت من دعاء ابويا وامي ليها. دي حقيقه. طبعا طبعا. ما هو لما بتبقى بنت حلال وبنت اصول بتسندك في حياتك، توصلك للي انت عايزه في اقصر وقت ممكن، وبتخلي حياتك نعيم. وما اتعلمتش يا محمد ولا بتعرفش تكتب اسمها. ملهاش علاقه، الاصول ما بتدرسش في المدارس. بس خمسه علمتهم تعليم عالي، اولاد وبنات. اللهم صل على النبي. اهو ده، هو ده اللي بنتكلم عليه. اخر واحده في سنة ثالثة كلية السنة دي في كلية التربية، وجاب امتياز في الثلاث سنين. اللهم صل على النبي. ربنا يطول عمرك. لأنها كانت مرشحة لطب وختمة القرآن وهي في أولى إعدادي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم بارك. هي دي التربية، هي دي الرجالة. هي دي البيوت. الحمد لله. هي دي البيوت العمرانة. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. انا سعيد باتصالك. أيوة. وسعيد بكلامك، وسعيد بالتجربه اللي انت بتحكيها، لان دي نتيجه احنا عايزين نوصلها لكل الناس. بشكرك جدا. حقيقه نماذج رجوليه كلها حلوه بجد، فعلا تفتح النفس وحاجه فعلا. هو من كتر ما هو شايف ان هي شالت مسؤوليه كبيره قوي، فهو شايف ان لا اللي ما عملش حاجه. هو ممتن هو فخور بيها جدا، بيقول هي اللي شالت والدي ووالدتي وهما اللي دعوا لها، وهي اللي بنت وهي اللي ربت في الجيش. لا حقيقي بجد راجل محترم جدا ونموذج مشرف بجد. يا ريت يبقى فعلا كل الناس اللي بتكلمنا تكون فخوره كده. مش لاحظ حاجه يا محمد؟ ان كل الناس اللي مبسوطه كبيره شويه، زي ما انا قلت في اول الحلقه، ما هم يعني خاضوا تجربه بشكل صح فحصلوا على نتائج صح. ما انت النهارده ما تقدريش تقيمي التجربه في نصها برضو يا خلود. دي حقيقه يا محمد. يعني احنا للاسف يعني وقت حلقتنا خلص،
كنا محتاجين ان احنا، لان حلقة النهاردة بتكون طويلة وفيها وقت بنتكلم فيه، ولكن بنكون من كتر ما الناس متفاعلة معانا والناس بتكلمنا وفي مداخلات كتير بنكون عايزين نتكلم اكتر ونشارككم اكتر، ولكن الحلقة خلاص وقتها انتهى. بجد يعني انبسطنا ان احنا النهاردة شاركنا مع بعض واتكلمنا في موضوع الحلقة النهاردة. دي كانت حلقتنا النهاردة، وهنستناكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامجنا هو وهي.